طيل عليك لا معي لا رامي بن سبعيني ليس لاعب ذلك، المنتخب. كنت كنت أريدك أن تقول له أنت ستبقى، يعني أسمع. ستبقى. نعم سيبقى هو أكيد. فعلا أكيد قال أنه الهدف هو مونديال قطر إن شاء الله. رامي فيليسيتاسيون، ماتش كان بالنسبة لهذا الفوز الباهر، 5 أهداف سجلتها، شيء مريح جدا بالنسبة للمنتخب، ينهي التصفيات مثل ما بدأها ب5 أهداف. كيف تقيم أدائكم اليوم؟ أولا طمنا أيضا على الإصابة، شاهدنا كملت المباراة بصعوبة. Non, pour la blessure, ça va. Si je suis à l'adducteur, je suis à la cheville, 2 actions là, mais j'ai fait un mahouma. Mais ça va mieux, donc on a oublié le club, Inch'Allah, on soigne mieux l'isaba. Ou par rapport au match, c'est vrai que la première mi-temps, on est. ما تخناش مليح في لو ماتش، طحنا شويه في البياج تاعهم اللي هما يشيرش لي فوت، يشيرش باش يضيعوا الوقت، باش يهضروا بزاف مع الاربيت. اوني ان بو تومبي دون سو بياج لا، اي اون سي ميو راتراپي في لا دوزيام مي تون، دونك اون ايتي بيان كوستو داريير اي بلوس افيكاس ديفونسيفمون باردون. اي فوالا الحمد لله، سي اون فيكتوار دو بلوس. Ça fait du bien pour le groupe, pour la confiance. Alhamdoulilah. Rami, شنو هو اللونجاج اللي استعمله الناخب الوطني جمال بالماضي بين الشوطين باش تعاودوا تدخلوا بهذيك الاراده وتسجلوا 4 اهداف كامله في شوط المباراه الثاني؟ هضرنا جوستومون كيما قلت لك على باسكو طحنا في البياج تاع الادفيرسير، الهضره بزاف مع الاربيت، اللعب يحبس شويه، فاهم بزاف ميم. وهضرنا على هاد لي بتي ديتاي في لي فيستيار، وفوالا عاونا عدلناهم في الدوزيام ميتون. مبروك عليكم، شكرا لك، فرحتونا، وان شاء الله حظ موفق في تصفيات المونديال. ميرسي، بارك الله فيك، ان شاء الله. اذا ليلى، كانت هذه عاد سريعه تصريحات بالماضي ورامي بن سبعيني، حظ موفق اذا للمنتخب في